السلام عليكم احبتي مشاهدي قناه السفاح الرياضي، يحييكم من ارضيه ملعب السما الكائن في منطقه الكرغوليه في نهائي بطوله الشهداء الكرغوليه النسخه الثانيه طبعا البطوله من تنظيم الكابتن السيد احمد، حيث يلتقي فريق الصمود يواجه فريق النجاح. قناه السفاح الرياضيه تتواجد لتغطيه هذا النهائي الكبير. نعم احبتي المشاهدين والمتابعين على بركه الله تعالى، نبدا باول لقاءاتنا مع كباتن الفريقين، فريق الصمود بقياده المدرب علاوي قاسم وفريق النجاح نعم بقياده الكابتن باسم هادي. طبعا اكيد اليوم نهايه بطوله الشهداء الكرغوليه رحمه الله تعالى عليهم، ايضا نريد من عندك كلمه لمنظم البطوله السيد احمد وكذلك اداره الملعب واستعداداتكم لمواجهه فريق الصمود. بسم الله الرحمن الرحيم، كل الشكر والتقدير للكابتن هادي السفاح اليوم هنا بمنطقة الكرغولية. طبعا سيد أحمد قام بهاي البطولة من 16 فريق، بطولة يعني من عد الاشتراك والهاي ما أخذ اشتراك بسيط من الفرق، وقام بها بطولة ناجحة ودارة الملعب يعني دارة ناجحة مضبوطة، والاستعداد اليوم مستعدين إن شاء الله والتوفيق من الله. نعم خلينا نتكلم عن استعداداتكم لمواجهة فريق الصمود، حقيقة فريق مميز، فريق يمتلك لاعبين جيدين، فريق شباب، وأيضا معطيات تشير يعني المباريات السابقة مع فريق الصمود يعني خسرانين وياهم. والله إن شاء الله كابتن احنا حتى لو خسرانين احنا فريق واحد، احنا والصمود اخوتنا، إذا غلبونا وإذا غلبناهم ماكو فرق، احنا ملعب تارتان مو تقول بطولة أو دوري وتلعب عليها وينضرب واحد، تعرف أغلب الشباب هم يشتغلون عمالة وهاي، وإذا تلعب وياه قوي تروح الضربة تكسره، فهي باعتبار نهائي ودي مثل ما يقول هم الفريقين شباب، وإن شاء الله التوفيق للجميع. أكيد بس خلنا نعقب على كلامك، احنا أكيد فرق المنطقة ماكو خاسر بيناتهم، لكن احنا نشاهد العكس في ارضيه الملعب، شاهد منافسه من اجل تحقيق اللقب. طبعا كابتن هو كل مدرب وكل فريق يطمح للفوز لفريقه واللقب له، وان شاء الله نقدم مباراه تليق بينا وبالجمهور ووجه ابيض ان شاء الله. ايضا خلينا نشوف الكابتن علاء قاسم تقرب حبيبي. كابتن العزيز سمعت الكابتن باسم يعني بين نقاط وتفاصيل مهمه، مباراه المنطقه الواحده لا خاسر بينهما، لكن العكس نشاهده في المستطيل الاخضر، تكلمنا عن استعداداتكم لمواجهه فريق النجاح. طبعا بالبدايه بسم الله الرحمن الرحيم، اقدم شكري لك حضورك هنا بالتارتان، طبعا هو معروف فريق النجاح يعني بالساحات الخماسيه فريق قوي، وان شاء الله هم اصدقائنا وان شاء الله نهائي هو نهائي القدمه للشهداء. ان شاء الله ماكو خسران. احنا اليوم نشوفك مدرب فريق مو كابتن. اي ما برض ماكو ابروض. يعني انت اليوم مكان ابروض؟ ان شاء الله. الله يذكره بالخير؟ لا يجي ان شاء الله. زين اذا اجى ابروض راح نشوفك من ضمن التشكيله؟ ان شاء الله ان شاء الله. نعم. كابتن اذا عندك شيء اخير اضيفه. والله ان شاء الله بس اقول اريد المباراه حلوه خاليه من الخشونه، خاليه من الضرب. أحسنت. مباراه تليق باسم الفريق الصمود، هذا الفريق العليق اللي قدم ما قدم. والتوفيق للجميع ان شاء الله. كابتن اذا عندك شيء اخير ضيفه؟ طبعا شكرا، اقدم شكري لك وان شاء الله اشوف نهائي حلو، واهلا وسهلا بكم. شكرا جزيلا. نعم احبتي المشاهدين والمتابعين ابقوا معنا وملخص كامل عن هذا النهائي الكبير.